قد تكون مديرية حريب إحدى الطرق إلى العاصمة صنعاء بالنسبة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مهمة تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي هناك. وتبدو الصورة واضحة لما تشهد هذه الجبهات من احتدام للمعارك ومواصلة التقدم في المناطق التي سيطرت وتسيطر عليها ميليشيا الحوثي التي أعلنت حربها الشاملة على كافة المحافظات. هذه المنطقة منطقة حريب، تم الهجوم بعد المغرب على مواقع العدو وتم السيطرة عليها الساعة 12 بالليل كامل، وتصفية مديرية حريب بالكامل. بخطى متسارعة تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الأخيرة التي شهدتها حريب خلال 24 ساعة الماضية، وتمكن من تحقيق انتصارات مفاجئة بالنسبة للميليشيا التي كانت تسيطر على المديرية منذ بدء الحرب التي أشعلتها في البلاد. حضور قيادات الجيش في جبهة القتال لعب دورا كبيرا في سير المعارك وجعلها تحقق انتصارا آخر، ليضاف إلى الانتصارات التي سجلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواجهات التي شهدتها محافظة مأرب منذ عام. يحتفي هؤلاء بالنصر وبما حققوه من نتائج على كافة جبهات القتال ضد الميليشيا التي كانت تتواجد في مديرية حريب حتى وقت قريب. نحمد الله ونشكر الله على هذا النصر الذي وجد باقي الخسائر. إننا سنظل أوفياء لهذا الوطن، ندافع عنه حتى نثبت أمنه واستقراره، وإنه هذا الجيش وهذه الأمة ليست لا القبيلة ولا المحافظة ولا الأسرة، هي لليمن. ليس هذا فحسب، بل ما يزال التطلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا قائما، والتخطيط يجري لتحريرها وإخضاعها لقوات الجيش والمقاومة من شأنه إعادة الحياة إلى طبيعتها،